Christmas. We wish you a Merry Christmas in a Happy New Year. أهلا وسهلا فيك يا برج الثور، يا برج الرائع، يا برج الشخصيات الموثوق فيها، برج العملي. انت مخلص، انت مسؤول، انت مستقر. اما في عندك هالعناد وهالغيره، الغيره اللي احيانا تسبب لك مشاكل كتير بالرومانسيه ومع الشركاء ومع الاقارب ومع الاصدقاء. انت بتحب الملابس كتير الغاليه، الماركات، انت بتحب الاشياء والمفاجآت، بس بتحب يعني صعوبه عندك في التركيز. مشان هيك انا بدي اياك تشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، لانك انت انسان شخصيه موثوق فيها لابعد الحدود، انسان عملي جدا. مشان هيك لازم تبعد عن العناده وعن الغيره وعدم التركيز، مشان ما تضيع ايامك كتير اللي طاقتها عاليه والجميله جدا جدا. اما هذا الشهر، الشهر التجدد في حياتك، عم تبحث على فرصه تغيير بمستقبلك، والايام اللي انت ما ارتحت فيها هذا الشهر فبراير حتحس براحة كتير كتير حلوة، وخصوصا الراحة المالية اللي أتعبتك كتير على الأشهر اللي مضت. بس هلأ إذا أنت عرفت كيف تفكر وبعدت عن الأشياء السلبية اللي دائما بتغامر فيها، صدقني رح توصل ورح تفك القيود عنك وعن العالم اللي حولك بإذن الله تعالى. أما أنت إنسان كتير رائع، إنسان كتير قيادي، إنسان مظهرك بجنن، إنسان مشان هيك دائما بقول لك التغيرات المهنية والعلاقات الكتيرة رح تزبط معك بهذا الشهر. هذا الشهر داعم لك على صعيد العمل، والأحداث اللي عندك إياها حتتغير، أنت حتشوف التغير إذا كنت طبعا شغال على نفسك. إذا أنت اشتغلت على نفسك، الطالب درس مزبوط من جد، لو درست 50% رح تلاقي وبتركيز رح تلاقي عندك علاماتك عم بتهل تهلاية ما شاء الله تبارك الرحمن. انت رح تحجز مكان بين الاقوياء، شوف شلون عم سمي لك ياها. انت لانك قوي رجع لقوتك لهاللي انت مبني عليها، انت حتحجز مكان بين الاقوياء مشان تأسس مرحلة كتير كتير حلوة بحياتك، لانه المال بس في حد بينك وبينه، كيف بدك توصل له؟ على الشغل على نفسك مشان تنجح وتثبت نفسك قدام الكل، ان كانت دراستك ولا كان اذا انت معك شركاء او مع الاهل او مع الاقارب. اثبت نفسك ولا تسمح لاحد باستخدام الاوراق ضعفك، يعني الاوراق اللي مش الاوراق المكتوبه، لا تخلي احد يستخدم اشياء ضدك. خليك انت ثابت، خليك انت داعم للحظ والطاقة اللي حواليك. طاقتك كتير قوية، طاقتك كتير حلوة. لا ترد على اي احد بيقلك بالفلك انت كتير تعبان ويمكن ما توصل وانت لا 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 لا. الابراج الترابية كتير كتير داعم الابراج كلها هي السنة، ولانه الابراج الترابية هي المحظوظة، كل الابراج ان شاء الله لح تكون محظوظة بطريقة، ولح تنجح ولح يكون لها منصب ولح يكون لها أضواء مو طبيعية. أما أنت حظك وبدك تركز لي على مهنيتك المهنية اللي أنت شغال فيها والعلاقات اللي حابب تتعرف عليها، كلها حتزبط بإذن الله تعالى. عندك دعم لجماهيرك، جماهير إذا أنت كنت مشهور من الممثلين، من الناس اللي تحت الأضواء، انت مثلا عندك شركة عم تشتغل فيها حتصير تحت الأضواء، لح توصل وتنجح وتحقق شهرة كبيرة بإذن الله تعالى. بدك تنتبه بس من اللي حواليك، في حواليك منافقين انت ما انك كاشفهم، لانه انت اصلا ما عندك الحاسة السادسة. انت انسان من عنادك بتضيع حقك، من غيرتك بتضيع حقك. مشان هيك عم قلك اصحك حدا يشوش عليك، يشوش سمعتك، يشوش القصص اللي انت اصلا ما حكيتها ويعمل لك فيها بلبلة. بدك تنتبه من الناس اللي حواليك، خليك حد، حط حد بينك وبين كل الناس اللي انت حاسس انك ما انك واثق فيهم وبطيبة قلبك بتثق فيهم، ولحتصير الكارثة.
مشان هيك انت خليك تكون بعلاقاتك إلك حد مع الناس المهمين، أصحاب المناصب، أصحاب المدراء، المسؤولين. أنت هذا الشهر لح يبين لك مظبوط مظبوط أمور أفضل 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 من الناحية العلاقات والصداقات، وناس جديدة وناس غالية عليك اللي إلك يمكن زمان ما شفتهم، يمكن يصير في اجتماع بينك وبينهم، أو يصير صلح بينك وبينهم، أو يصير عمل قصص مالية. المهم المال جايك جايك، ما في مجال، حط بطيخة صيفي بقلب بطنك بإذن الله لح توصل. العلاقاتك لح تتحسن بشكل كبير، حتى الناس اللي أنت بتخاصم أنت وياهم بسبب العناد أو الغيرة حتتحسن كتير كتير، وخصوصا العلاقات الحميمة أو العلاقات القريبة بيناتكم. لازم تنتبه لصحتك، لازم تنتبه لعافيتك، لأنه إذا انتبهت لها بإذن الله هتستقبل فصل الربيع وإنت بكامل صحتك، أو في أحد من حواليك بيكون تعبان بصحته بدك كمان تنتبه له، هو كتير كتير غالي عليك بإذن الله. تغيرات مفاجأة، مفاجأة على الصعيد الشخصي، تغيرات مو طبيعية، وخبر كتير حلو لح يحسن كل أوضاعكم العائلية، وخصوصا بالأمور المالية. لح تتخلص يمكن من ضرائب، من ديون، من عقارات، من بدك تسافر. لح يصير تقدير كبير كتير لجهودك، ولح يصير تغيير كتير مهم على عائلتك أو الشخصي أو حدا بتحبه أو زوجتك أو زوجك، الله أعلم شو هي. بس الانقلاب هذا بالعاطفة حيكون كله إيجابي بإذن الله تعالى، وحتكون الصداقات عندك رائعة جدا جدا. أما صحيا بدي إياك يعني باستثناء الصحة 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 بالأمراض الشتوية، يعني هاللي من خصة إذا ما انتبهت على نفسك بالأمور الصحية إن شاء الله لح تكون بخير. انتبه على صحتك وخليك إنسان إيجابي. أنت ما في عندك أي مرض مزمن، بس أمراضك هي الشتوية اللي تعبتك لأنك أنت ما انتبهت كتير كتير على صحتك. وكمان يعني صحتك شلون بدي أقول لك، يعني بدي إياك أنت تنتبه لها بالعام كله، لأنه القلق اللي بيجيك هو اللي بيعمل لك مثلا كولون، هو اللي بيعمل لك مثلا التفكير صداع، بسفرك ما بتتهنى من أفكارك. هذا أفكارك، ولا حظك كتير كتير رائع وحظك قوي، وبعطيك حظ بالصحة 80% إذا انتبهت أنت على نفسك وعرفت كيف بدك تتصرف. لذلك بقلا فبراير شهر العمل والمناصب والشهرة إلك، الشهرة اللي ما هي طبيعية، الشهرة اللي هي حتفتح لك بواب ما شاء الله تبارك الرحمن. أما أنا جائزتي إلك اليوم المميزة بالأحجار الكريمة واللي بخص برج الثور عامة، البرج الترابي، البرج الرائع، البرج المحظوظ هاي السنة، لأنه كل الكواكب واجتماع الكواكب بتخلي البرج الترابي كتير محظوظ. انت بيناسبك حجر الزمرد، حجر الزمرد الأخضر، رمز الصدق، رمز المحبة، رمز الهدوء. لو انت بتمسكه بإيدك أو بتحطه قلادة أو بتحطه إسوارة، شوف قديش انت حتحس بتحسن رائع كتير كتير، ولحتحس كتير بنجاح بحظ بإذن الله تعالى. ومن حظك الرائع والجميل انه انت عندك ايام كتير بهذا الشهر حتشتغل على نفسك، مشان هيك انا عم قلك انت كتير محظوظ. عندك يوم واحد واثنين وثلاثة، يوم واحد بتبدأ من الساعة 3:28 وبتنتهى الساعة يوم ثلاثة الشهر الساعة 14:28، ولح تروح بعدين لآخر الشهر عندك 28 و29، وحتكون معك بداية بمارس بالشهر الربيع، بشهر الجمال، بشهر الأزهار. وحتبدأ من يوم 28 الساعة 10:29 و29 الشهر، وحتبدأ بشهر مارس لح تنتهى بالوقت تقريبا العصر بإذن الله تعالى. حتبدأ معنا شهر مارس وحتعرف كم يوم كمان حتستمر معنا. أنت متميز جدا جدا يا برج الثور. بقدر إلك اختصار لكل كلامي هذا، سنة التغيرات والمفاجآت عمد بابك، ما لا محال. سنة الانتقال من مرحلة لمرحلة، هيك بدك تحسبها، الأفضل إن شاء الله والأحسن. ودائما أقول الله لا يغير علينا إلا للأحسن والأفضل،
وخاصة على الصعيد العاطفي والمالي. بإذن الله تعالى بتمنى لك الخير، الحب، السعادة. انت لأنك جميل، انت رائع يا برج الثور، بحبك كتير وباي. Thank you.